انطلقت اليوم النسخة 12 من محادثات أستانا حول سوريا في العاصمة الكازاخية نور سلطان بعد الإعلان عن وصول جميع المدعوين للمشاركة في هذه المحادثات. وسبق انطلاق المحادثات عقد اجتماعات ثنائية وثلاثية مغلقة ضمت وفودا من الدول الثلاث الضامنة بالإضافة إلى ممثلين عن النظام السوري والفصائل المسلحة والمبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون. وضمت الاجتماعات أيضا ممثلين عن المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالإضافة إلى ممثل بصفة مراقب عن دولة الأردن. ومن المقرر أن تناقش المحادثات التي تستمر ليومين عدة قضايا على رأسها تشكيل اللجنة الدستورية والوضع في إدلب بالإضافة إلى مسألة اللاجئين السوريين وتوفير الظروف الملائمة لعودتهم. ولمناقشة هذا الملف أرحب بضيفي من بريطانيا زياد المنجد محلل سياسي. أهلا بك أستاذ زياد. أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين والمتابعين. أهلا بك أستاذ زياد. إذن 6 أشهر مضت على الجولة السابقة لأستانا ودون معطيات جديدة، بقراءة أولية لهذه الجولة وبحسب المعطيات السياسية والعسكرية التي تحيط بها، ما الذي يمكن تأمله من عقد هذه الجولة؟ يعني حقيقة الأمر يجب أن نفكر لماذا وجد يعني مسار أستانا. يعني نحن نعلم أن الأمم المتحدة أصدرت قرارات 254 بالإضافة إلى بيان جنيف 1، وكان هنالك مسار للأمم المتحدة لحل القضية السورية، ولكن روسيا اختارت مسار أستانا وبمباركة أمريكية من أجل أن يبتعد الحل عن المسار الأممي ولكي يطبعوا الأمور بما يخدم مصلحتهم ومصلحة إعادة إنتاج النظام. لنشاهد المؤتمرات السابقة 11 ماذا حققت للشعب السوري وماذا حققت للثورة السورية، كلها أتت بمفعول عكسي ضد الشعب السوري وضد ثورته. نلاحظ أن هنالك مناطق خفض التصعيد الأربعة التي ظهرت وكان هنالك ضامنين من أجل استمرار وقف إطلاق النار والوصول إلى حل، ولكن الضامنين يعني تخلوا عن مسؤوليتهم وانتهت مناطق خفض التصعيد الأربعة وانتهت الثورة السورية في معظم المناطق السورية لتنحصر في منطقة خفض التصعيد الرابعة وهي إدلب. والآن هذا المسار الذي أو هذا المؤتمر الثاني عشر الذي يعقد اليوم هو لوضع اللمسات الأخيرة للإجهاز على الثورة السورية ولبدء المسار السياسي الذي تخطط له روسيا بالتعاون مع أمريكا وبإشراف ومباركة صهيونية من أجل إعادة إنتاج النظام السوري. كل هذه الأمور تدل على أن يعني هذا المسار السياسي ستكون مفاعله، وهذا تكلمت فيه كثيرا، ستكون مفاعله على الشعب السوري وعلى الجغرافيا السورية أكثر بكثير من مفاعيل الحرب التي دامت 8 سنوات بين النظام. طيب أستاذ زياد، يعني التصعيد العسكري في من قبل النظام والطيران الروسي في مناطق عدة ضمن ما بات يعرف بمنطقة خفض التصعيد في إدلب وريافيا، هل تتوقع أي نوع من الضغوط الروسية السياسية على تركيا بشأن ملف إدلب، لأنها أخذت على اعتقها أن تفصل بين الإرهابيين والمعتدلين حسب تسميتها هي تركيا؟ نحن نعلم أن منطقة خفض التصعيد الرابعة وهي إدلب محكومة باتفاق سوتشي بين بوتين وأردوغان. نعم. وهذا يعني تركيا ضامنة كما إيران ضامنة وروسيا ضامنة، ولكن نلاحظ أن الأمور تجري عكس ما هو متفق عليه. وأنا أؤكد لك أن لولا وجود إدلب على الحدود التركية لا انتهت منطقة خفض التصعيد الرابعة انتهاء منذ أشهر، ولكن يحاولون قدر الإمكان أن يراعوا يعني مصلحة تركيا باعتبارها جزءا من التواجد العسكري في سوريا وهي جزء من مسار أستانا وهي ضامنة، وبالتالي قد يكون هذا التصعيد
جزء من الضغط على تركيا ل يعني نزع سلاح المعارضة السورية أو الثوار السوري، لا نقول معارضة لأن هناك يعني البعض يأخذ علينا أننا نخلط بين الثوار والمعارضة، وبالتالي من أجل أن يعني تركيا تساهم في نزع السلاح. ويبدو أن الاتفاق، نحن نعلم أن هنا الاتفاق بين سوتشي بين أردوغان وبوتين يعني ظهر منه ما هو معلن، أما ما هو مخفي لا نعرفه، ولكن بالتأكيد أن تركيا أخذت على عاتقها نزع سلاح الفصائل المسلحة، ولكنها طيلة الأشهر الماضية نعم فشلت في ذلك. نعم أستاذ زياد، يعني باعتقادك هل بقي للمعارضة أو فصائل المسلحة أي ورقة تفاوض عليها أو تلعب بها في هذه الجولة؟ يعني لنكن واضحين أن الفصائل الحاضرة الآن في أستانا هي لا تمثل جميع الفصائل المسلحة الموجودة، وكل منها يغني في واد، وبالتالي ما يتم اتخاذه من قرارات في مؤتمر الأستانة قد لا يطبقه الكثير، ولذلك نحن أمام فوضى عارمة. وأنا قلت أكثر من مرة لكي يعود بريق الثورة إلى الأيام الأولى يجب أن نتخلى عن العمل المسلح ونعود إلى التظاهر في شوارع المدن السورية بصدور عارية، حتى نقول للعالم أنكم أتيتم كما تدعون لمحاربة الإرهاب، ولكننا شعب يريد الحرية وما زلنا نتظاهر، وبالتالي نفوت الفرصة على جميع من يخططون للقضاء على ثورتنا وإعادة إنتاج النظام. أستاذ زياد، أيضا المشاركة الأولى هي للمبعوث الأممي إلى سوريا سيد جير بيدرسون، برأيك ما الذي سيضيفه على هذه الجولة وما تتوقع من نتائج؟ يعني لنقول الحقيقة حول هذا الموضوع، يعني الأمم المتحدة هي تقاد من قبل أمريكا والدول الدائمة العضوية وبشكل خاص روسيا وأمريكا، وكل من يقول أنه لا يوجد اتفاق بين روسيا وأمريكا في الشأن السوري وفي التواجد الروس في سوريا فهو واهم، وبالتالي لن يضيف مبعوثا الأمم المتحدة في حضوره في أستانا أي شيء، إنما سيتم التركيز كما قلت لك على بدء العملية السياسية. وقبل أيام قال رئيس لجنة التفاوض نصر حريري أن الأمور جاهزة وأن لجنة الدستور موجودة، وكان الخلاف حول لجنة الدستور هو اعتراض النظام على أسماء وضعها ديمستورا، ويبدو أنهم في هذا الاجتماع يحاولون قدر الإمكان أن يرضوا النظام بوضع أسماء يعني تتواكب مع نعم أستاذ زياد، كما تفضلت أن نصر الحريري ذكر ذلك، وأيضا سبقه المسؤولون الروس عن أن الإعلان عن تشكيل اللجنة بات قريبا، وهناك كانت تسريبات أفادت بأنه تم الاتفاق على الفئة الثالثة هي فئة المجتمع المدني. برأيك هل تتوقع أن يطرح بيدرسون أسماء هذه اللجنة خلال هذه الجولة؟ يعني إذا لم يطرح بيدرسون الأسماء فستطرح قريبا. أنا أقول أن لجنة صياغة الدستور، ويعني أنا أقول لجنة كتابة الدستور الصياغة لا يقوم بها هؤلاء الجهلة. يعني لو اطلعت على الأسماء المطروحة ليس لهم أي دور في القانون الدستوري ولا في القانون العام، إنما لجنة صياغة الدستور تتم بعد أن يتفق الأطراف على مكونات الدستور، يعهد إلى لجنة مختصة بصياغة الدستور. اللجنة ستتشكل قريبا والعملية السياسية ستبدأ قريبا كما يخطط لها الأمريكان والروس وبمباركة صهيونية، وهذه لن تؤدي إلى يعني إعطاء الشعب السوري ما كان يحلم به من حرية، ولكن سيعاد من خلال هذه المسيرة، مسيرة العملية السياسية، إعادة إنتاج النظام. وهنا يجب أن نؤكد أن مسار أستانا اختلف كليا عن قرار 2254 الذي كان ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي لا يكون للأسد دور فيها، وبالتالي استطاعوا أن يلتفوا على القرار مع أنهم يؤكدون أن
مؤتمر أستانا وجد لمناقشة عدة قضايا، منها تطبيق القرار 2254، ولكنهم يكذبون ويحاولون يعني الكذب على السوريين وعلى العالم من أجل إعادة. طيب أستاذ زياد، موضوع العقوبات الاقتصادية على التي فرضت مؤخرا على إيران وانعكاساتها على مناطق النظام السوري، هناك من يقول أن المعارضة ستستثمر هذه الورقة في محادثاتها في أستانا، كيف تعلق؟ أنا لا يعني ما الذي تمتلكه المعارضة لكي تلعب به هذا الدور؟ لا تمتلك، هنالك آبار نفط موجودة في الشمال والقوات الأمريكية موجودة، وبإمكانها أن القوات الأمريكية أن تقصف كل ما يتم تحويله من النفط إلى الداخل السوري. ولكن يعني أنا شخصيا، والكثير قد ينتقدني، أنا أقول أن كل هذه العقوبات وكل هذه الضجة المفتعلة بين العداء الأمريكي الإيراني لن يصل إلى حد الاقتتال ولن يصل إلى حد خنق إيران. إيران ما زال لها دور تلعبه في المنطقة، ولا بد لها أن تستمر في هذا الدور. إيران هي الوحيدة التي يمكن أن تؤثر على تركيبة المجتمع السوري من خلال التغيير الديموغرافي والديموغرافي الذي تقوم به من خلال نشر الطائفية بين أفراد الشعب السوري، وبالتالي دورها لا يمكن أن يستغنى عنه على الأقل في الوقت الحاضر. ولذلك أنا لا أؤمن بأن الأمريكان وخاصة ترامب جادد في هذا الموضوع، وبالتالي لن يعني يتم تطبيق العقوبات. أستاذ زياد، يعني سؤال أخير، يعني هل تتوقع أي انفراجة في أي ملف من الملفات المطروحة على أستانا، خاصة ملف إدلب؟ هل سيحكم عسكريا أم سياسيا؟ وأيضا ملف المعتقلين الذي تم طويه. يعني لنبدأ بملف المعتقلين، هنالك 12، هذا المؤتمر الثاني عشر للأستانا، وفي كل مؤتمر يقولون أنهم سيبحثون ملف المعتقلين، ولكن لم يطلق سراح أي معتقل من المعتقلين، وهذا دليل على أنهم يضحكون على الشعب السوري وعلى الثورة السورية. وبالتالي لابد أن نقول أن هذا الموضوع انتهى. أما الانفراجة الأخرى، لا أعتقد أن هنالك انفراجات إلا حسب المخطط الذي يقومون به وحسب ما يرسمونه ورسموه، وبالتالي قد يكون هنالك حل في إدلب. وأنا أقول لك العملية السياسية لن تبدأ بشكل فعال إلا بعودة كل الأراضي السورية إلى حضن النظام، وقد لا تكون بشكل مباشر، قد ينشرون شرطة روسية عسكرية روسية في مناطق إدلب، ولكن يجب أن تكون تابعة إلى النظام أو إلى أحد أعوانه حتى تبدأ العملية السياسية بالشكل الذي يريدونه. ولذلك نترقب الكثير من الأحداث في الوقت القريب، وبالتالي لابد أن ننتظر حتى نرى ماذا يخططون. في نهاية محورنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ زياد المنجد على هذه المداخلة، المحلل السياسي، كنت معنا مباشرة من بريطانيا. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.